الآن سوف أريكم ما أظنه على الأرجح المشتقتين الأروع في كل التفاضل والتكامل، وسوف أستبقي ذلك. ولا واحدة من المشتقات الأخرى ظهرت أمامي الآن، لكن بلا شك فإنه بالنسبة لي هؤلاء هما الأكثر إتقانا. لذا دعونا نكتشف ما هي مشتقة اللوغاريتم الطبيعي. وفقط للمراجعة، ما هو اللوغاريتم الطبيعي؟ إن اللوغاريتم الطبيعي لشيء ما يعادل أن نقول لوغاريتم أساس إي لذلك الشيء. هذه فقط مراجعة. دعونا إذا نأخذ مشتقة هذا، أنا أعتقد أنني سوف أحتاج لمساحة كبيرة، سوف أحاول أن أقوم بها بالترتيب. إذا مشتقة اللوغاريتم الطبيعي ل إكس يساوي، حسنا دعونا نأخذ تعريف المشتقة، أليس كذلك؟ فقط نأخذ الميل عند نقطة ما ونجد النهاية. كلما أخذنا الفرق بين النقطتين للصفر، إذا دعونا نأخذ نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر دلتا إكس زائد إف الإكس، إذن سوف أجد نهاية هذا الشيء كله. اللوغاريتم الطبيعي لإكس زائد دلتا إكس، إن هذه تشبه نقطة سوف أخذها لأقيم الاقتران، ناقص لن الإكس. وكل ذلك مقسوما على دلتا إكس. وإذا كنت تتذكر عروض المشتقات فإن هذا عبارة عن الميل، وأنا أخذ النهاية كلما أجد الميل بين مسافة صغيرة ومسافة أصغر. أتمنى أنكم تتذكرون ذلك. إذا دعونا نرى إذا كان يمكننا أن نستخدم بعض خصائص اللوغاريتمات لتبسيط هذا قليلا. أتمنى أنكم تتذكرون، وإذا لم يكن كذلك فقوموا بمراجعة خصائص اللوغاريتمات. لكن تذكروا أن لوغاريتم الـ a ناقص لوغاريتم b يساوي لوغاريتم a تقسيم b، وهذا أتى من حقيقة أن عبارات اللوغاريتمات هي أسس في واقعها، لذا فهي تتبع قواعد الأسس. وإذا لم يكن ذلك منطقيا بالنسبة لكم فعليكم أن تقوموا بمراجعتهم كذلك. لكن دعونا نطبق خاصية اللوغاريتم هذه على هذه المعادلة. لذا دعوني أعيد كتابة كل شيء، وسوف أغير الألوان لكي لا يبدو ذلك رتيبا. إذا لدينا نهاية اقتراب إكس من الصفر لهذا الشيء الكبير. دعونا نرى، لوغاريتم a ناقص لوغاريتم b يساوي لوغاريتم a تقسيم b، إذا هذا الجزء العلوي أي البسط يساوي اللوغاريتم الطبيعي ل x زائد دلتا x تقسيم x، وكل ذلك مقسوم على دلتا x. وبذلك فإنه يساوي نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. أعتقد أنه قد حان الوقت لتبديل الألوان. اقتراب دلتا إكس من الصفر، حسنا دعوني أكتب هذا الواحد أعلى دلتا إكس الموجودة في الأمام. إذن هذا واحد تقسيم دلتا إكس، وسوف نأخذ نهاية كل شيء لن واحد زائد دلتا إكس، واحد زائد دلتا إكس تقسيم إكس، هذا كافي.
الآن سوف أعطيكم خاصية لوغاريتم أخرى، وأتمنى أنكم تتذكرون. دعوني أضع الخصائص منفصلة كي تعرفوا أنها ليست جزء من الإثبات. A لوغاريتم B يساوي لوغاريتم B للقوة A، وهذا أتى عندما نرفع الشيء ما لأس معين ومن ثم نرفعه لأس آخر. عليكم أن تضربوا الاقترانين، لا أريد أن أربككم لكن أتمنى أنه يجب عليكم تذكر هذا. إذا كيف يطبق هنا؟ حسنا، هذا يساوي لوغاريتم بي، إن هذه العبارة تعادل النهاية، نهاية اقتراب دلتا اكس من الصفر للوغاريتم الطبيعي، اللوغاريتم الطبيعي لواحد زائد دلتا اكس تقسيم اكس مرفوعة للقوة 1 تقسيم دلتا إكس. وتذكروا أن كل هذا عبارة عن اللوغاريتم الطبيعي لهذا الشيء كله، ومن ثم سوف نأخذ النهاية، نهاية اقتراب دلتا إكس من الصفر. إذا كنت قد شاهدت مسائل الفائدة المركبة وتعرف تعريف إي، فأنا أعتقد أن هذا سيبدو مألوفا، لكن دعوني أجري تعويضا بحيث ربما يوضح الأشياء قليلا. دعوني أجري التعويض، دعوني أسميه N، أو دعوني أسميه ميو يساوي دلتا X تقسيم X. ومن ثم إذا كان ذلك صحيح، بالتالي يمكننا أن نضرب كلا الطرفين بـ X ونحصل على اكس ميو يساوي دلتا اكس، او اننا ايضا نعرف ان 1 تقسيم دلتا اكس يساوي 1 تقسيم اكس ميو، كلاهما متعادلان. اذا دعونا نجري التعويض. اذا اخذنا نهاية اقتراب دلتا اكس من الصفر في هذه العبارة، إذا كان دلتا إكس تقترب من الصفر، ما الذي يقترب منه ميو؟ ميو يقترب من الصفر، إذا اقتراب دلتا إكس من الصفر يعادل أخذ نهاية اقتراب ميو من الصفر. إذا بإمكاننا أن نكتب هذا كالتالي، نهاية اقتراب ميو من الصفر للوغاريتم الطبيعي لواحد زائد، حسنا سنجري تعويض، دلتا اكس تقسيم اكس تساوي ميو، وواحد تقسيم دلتا اكس يساوي واحد تقسيم اكس ميو، اذا للقوة واحد تقسيم اكس ميو. تذكروا اننا نأخذ اللوغاريتم الطبيعي لكل شيء، ونحن نعلم أن هذه خاصية أسس والتي سوف أضعها بلون مختلف الآن. نحن نعلم أن A للقوة B C تساوي A للقوة B مرفوعة للقوة C، إذن هذا يوضح لنا أن هذا يساوي نهاية اقتراب ميو من الصفر لين 1 زائد ميو للقوة 1 تقسيم ميو، ومن ثم كل ذلك مرفوع للقوة 1 تقسيم إكس. كيف فعلت ذلك؟ عن طريق خاصية الأسس هذه، أليس كذلك؟
إذا أردت أن أبسط هذا فسوف أحصل على 1 تقسيم x ضرب 1 تقسيم ميو، من هنا قد حصلت على 1 تقسيم x ميو. حسنا، ومن ثم يكون بإمكاننا أن نعود لخاصية اللوغاريتمات هذه. إذا كان لدي b للقوة a فيمكنني أن أضع a تلك في المقدمة، إذا بإمكاني أن أخذ 1 تقسيم x هذا وأضعه في مقدمة اللوغاريتم الطبيعي. ماذا لدي الآن؟ إنني هنا لدينا نهاية اقتراب ميو من الصفر، نهاية اقتراب ميو من الصفر. نأخذ 1 تقسيم x ذلك ونضعه أمام رمز اللوغاريتم الطبيعي، 1 تقسيم x مضروب في ln 1 زائد ميو، 1 زائد ميو مرفوع للقوة 1 تقسيم ميو. هذا كافي. عندما نأخذ نهاية اقتراب ميو من الصفر فإن عبارة x هذه لا تنطوي عليها، إذن بإمكاننا أن نأخذ هذا إلى الأمام لأن النهاية لا تؤثر على هذه العبارة. ومن ثم نقول ماذا يحدث لهذه؟ العبارة كلما اقتربت نهاية ميو من الصفر، إذن هذا يعادل 1 تقسيم x، 1 تقسيم x لن لي لايم عندما تقترب ميو من الصفر، عندما تقترب ميو من الصفر لي 1 زائد ميو، 1 زائد ميو مرفوع للقوة 1 تقسيم ميو. والآن أتمنى أنكم تدركون أن هذا هو التعريف، إن هذه النهاية تصبح E إذا كنتم تذكرون أي شيء من الفائدة المركبة. ربما أنكم تذكرونها بصورة نهاية اقتراب، نهاية اقتراب N من ما لا نهاية لواحد زائد واحد تقسيم N مرفوع للقوة N، لكن هذه الأشياء متعادلة. إذا نظرت إلى التعويض ميو يساوي 1 تقسيم n فسوف تدرك هذا، سوف تدركه. إذا هذه العبارة هنا هي e، تلك العبارة هي e. لقد اقتربنا إذا، كل هذا الشيء يعادل 1 تقسيم x ضرب اللوغاريتم الطبيعي، وهذا نعرفه إنها واحدة من الطرق للحصول على e. إذن نهاية اقتراب ميو من الصفر لواحد زائد ميو مرفوع للقوة 1 تقسيم ميو ذلك هو e. وما هو اللوغاريتم الطبيعي؟ حسنا، إنه لوغاريتم أساس ال e، إذن تعلمون أن هذا يساوي 1 تقسيم x ضرب اللوغاريتم الأساس e ل e، وهذا مضمونه أن e مرفوعة لأي قوة يساوي e. حسنا، e للقوة 1 يساوي e، هذا يساوي 1. إذن 1 ضرب 1 تقسيم x يساوي 1 تقسيم x، لقد حصلنا عليها. مشتقة اللوغاريتم الطبيعي ل x تساوي 1 تقسيم x، وهو ما وجدته منظما نوعا ما، لأن جميع الأسس الأخرى تقودنا لأس آخر، لكن جميع ما هو موجود هنا هو أن لدينا اللوغاريتم الطبيعي ومشتقة ذلك تساوي x للقوة سالب 1 أو 1 تقسيم x. أراكم قريبا.